الرجاء والقيامة، هيدي هي رسالة هالحلقة بأسبوع الآلام، ولذلك منهي حلقتنا من قلب كنيسة مرمرون البوشرية، هالكنيسة يلي تدمر جزء منها بانفجار 4 آب، ومننهي بكلام صادر عن كاهن أرعية الأب مروان معوض. منطلع ببعضنا منشوف منحس الكنيسة بلشت تموج فينا، طلعنا كلنا بالسقف قلنا نحن هزة أرضية، بده يوقع علينا شيء من السقف لنعرف كيف بدنا نهرب، نهرب لورا لقدام شمال يمين. وإذ إنه بعد هالهزة الكبيرة نسمع الإزاز بالكنيسة بلش يرج، ونسمع أول انفجار كتير قوي. بس نسمع هالانفجار نصير منحس إنه في شيء مش طبيعي عم بيصير، وبظرف ثواني ومنشوف إزاز عم بيطير علينا من كل مكان. وأخطر من هيك منحس حالنا طرنا، يعني مثل كأنه كان في مثل سوف قوية هي اللي دفشتنا بي 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 باتجاه السكرستية لجوا. أكيد يعني صار في عنا إصابات بالكنيسة لأنه وقع علينا الإزاز، وقع علينا الحديد يلي كان مثبت فيه الإزاز، وقدرنا بوقتها نطبب بعضنا بال 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 بالاشياء الموجودة معنا. يعني الرجاء هو بيدخل بالحياة اليومية عند الناس. وشو هو الرجاء؟ هو انه انا اوثق بحقيقة اكيد رح تتحقق، بحقيقة، والحقيقة بالنسبة لنا هي يسوع المسيح. يعني انا اكيد انه الرجاء هو رح بتدخل الهي من الرب يسوع، واكيد انه رح يغمرنا، رح يساعدنا لحتى نطلع من هالمأزق يلي نحن عم نعيشه. إن لم نمت مع المسيح لا نستطيع القيامة. كل قيامة بدها موت، كل قيامة بدها صليب، بدها درب جلد. تأمل بمراحل موت المسيح الدقيقة، كيف المسيح عانى الألام المباشرة، كيف المسيح أحد تلميذه خانه، كيف المسيح مشي درب الجلجلة خاصة بالجمعة العظيمة. وبدرب الجلجلة دايما المسيح كان يعطي فعل رجاء. وقت اللي طلع على بدرب الصليب مشي حمل صليبه، إجا سمعان القيرواني ساعده على حمل الصليب، تلاقى ببنات أورشليم كان عم بيعزيهم، كان عم بيقول لهم لا تبكين علي بل ابكين على أولادكن. وأكثر شيء مؤثر وعلامة رجاء لنا المسيح على درب الصليب، درب الجلجلة، هو طالع على الصليب بيقول جملة كتير حلوة مليانة من الرجاء: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. الغفران مرتبط بالحقيقة، أنا ما فيي أغفر إذا الحقيقة ما ظهرت. الرجاء هو يطلع على الصليب، هيدي يطلع على يسوع المصلوب، هونيك بيلاقوا كل تعزية لهم. ما في تعزية من الأرض مهما كانت، مهما أجت من الأرض تعزية، ما في تعزية، لأنه اللي خسروه هو أكتر شيء بيملكوه، أهم شيء بيملكوه. مشان هيك هالأم يلي فقدت ابنها بتطلع بمريم العذراء وبتشوف فيها أم فقدت ابنها، وبتشوف كيف مشيت مسيرة الألام وهي بإيمانها كتير ثابت بالرب. وبعتقد أنا إذا نظرنا صوب الصليب، نظرنا صوب مريم العذراء، نظرنا صوب المسيح المعلق على الصليب، أكيد رح يجينا الجواب بالقيامة. هيدا هو العزاء. كل إنسان مسيحي عامل مسيرة مع الرب إيمانية، أكيد ربنا بده يعطيه التعزية، أكيد ربنا بده يدخل إلى قلبه، أكيد ربنا بده يلاقي له جواب لكل هالتساؤلات يلي عنده إياها. الزعماء المسؤولين ليقدروا يعيشوا، ليعيشوا بيقول للإنسان موت، أنت موت لأنا عيش، مش هيك بالدم بالروح نفديك يا فلان، بيقتلوا بعضهم، بينهشوا بعضهم، بيدمروا بعضهم لحتى المسؤول يعيش. وهيدي العقلية المتخلفة،
بينما نشوف ملك اسمه يسوع المسيح هو مات لحتى نحن نحيا. هيدا هو الفرق الكبير يلي بيعزينا. مشان هيك وقت نقول للناس اطلعوا بالصليب ما عم نقول لهم انه هربوا من واقعكم، منه هروب من الواقع ابدا، هو الجواب يلي يسوع ملك الملوك اعطانا اياه، اللي هو مات لحتى انا احيا، لانه المسيح بالنهايه في اليوم الثالث قام من بين الاموات. الصليب يلي بتطلع عليه مع يسوع بيقودني الى القيام. مشان هيك جواب الله لنا القيام، منه الصليب. المسيح تألم، قبر وقام من بين الأموات. هذا هو الرجاء لكل مسيحي مؤمن، انبعاث الأمل من تحت الرماد وعودة البسمة على الوجوه البائسة. وللمسؤولين منقول مهما جهدتم لتيئيس الناس ومهما أمعنتم بتحطيم حتى الموت، نقول لكم لا، لن نيأس ولن نستسلم. فأنتم العتمة ونحن النور، أنتم الماضي ونحن المستقبل، أنتم اليأس ونحن الأمل، أنتم الإلحاد ونحن الإيمان. رجاء القيامة من الموت وقيامة لبنان وكل اللبنانيين.